استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وقد استعرض صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، حيث أكد السعي المستمر لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها كنموذج فريد في العلاقات الثنائية التي تربط بين الدول، وشدد على أهمية التعاطي مع تحولات المرحلة بشكل يعزز مكاسب المنطقة من التوجهات العالمية الجديدة ويفتح المجال أمامها لانطلاقة تقوي أركانها وتنميتها واقتصادياتها وتدعم توجهاتها نحو التطوير في ظل أجواء آمنة ومستقرة. وخلال اللقاء نقل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا سموه تطلعه للبناء على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين المتكئة على مخزون تاريخي كبير يساعد على دعمها وتقويتها. كما تطرق سموهما إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة. وفي هذا الصدد شددا على ضرورة الدفع بالجهود المباركة الهادفة لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك الذي يزيد البيت الخليجي منعة وقوة ويجعله أكثر قدرة على مواجهة مجمل التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم. وأكد سموهما على أهمية التعاون بين البلدين في مواجهة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة عبر زيادة آفاق التنسيق والتعاون، خاصة وأن المنطقة لا تزال مستهدفة في أمنها واستقرارها، ويتطلب مع ذلك الاستهداف المزيد من اليقظة والحذر. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في ختام اللقاء عن شكره وتقديره لدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا على مواقفها الداعمة للبحرين وعلى ما وجده سموه والوفد المرافق من كرم ضيافة وحسن وفادة يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين. Thank you.
هذا وقد أقام صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة مأدبة إفطار كبرى تكريما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والوفد المرافق بحضور سمو ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة وسمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي وعدد من كبار المسؤولين بالدولة الشقيقة.